جدا ان انا معاكم النهارده. انا من الناس اللي مؤمنين انه الشباب هم الامل في بلدنا. وبحب قوي ابقى بتكلم مع الشباب لانه انتوا اللي عندكم الطاقه وانتوا اللي تقدروا تغيروا الدنيا. وعلى قد ما بشوف الدنيا بره صعبه وبحس ان احنا بنعدي تحديات كتير قوي. لكن دايما في حاجه في دماغي ودي مقوله او نظريه انا بصدقها قوي. لو عايز تعرف مستقبل بلد بص على الشباب بتاعها شوف هما بيعملوا ايه. فلما باجي في اماكن زي هنا ولما بقابل الناس زيكم بطمن جدا على مصر، بطمن جدا ان احنا ماشيين في السكه الصح. طول ما في ناس زيكم موجودين مصر ما تقلقش عليها. دي اول حاجه. تاني حاجه وانا بحب اعمل الحاجات دي كمان لان انا طول عمري كنت بحب قوي روبن هود. حد يعرف روبن هود؟ اوكي. روبن هود كان بيسرق الاغنياء وبعدين يروح يدي فلوس للفقراء. فانا الصبح بروح اخد فلوس من الاغنياء وبعدين اجي بقى ايه اديها للطلبه على فكره هو بدون مقابل. بحب اللعبه. تاني حاجه كمان بحب قوي يعني او مبسوط قوي ان انا موجود معاكم في الايفنت بتاعت سياسه واقتصاد. لانه سياسه واقتصاد لعب دور كبير جدا في حياتي. انا مش خريج سياسه واقتصاد. حد هنا من هندسه؟ كتير شويه. انا خريج هندسه بس وانا هتكلم على الوقت اللي انا كنت بدرس فيه فدي حاجات قديمه شويه. وانا في هندسه كنت بتضايق جدا من زمايلي. لان طبيعه هندسه طبيعه صعبه شويه. بص تلاقي الولاد لانهم طبعا شعرهم منكوش ما بيناموش بقى عندهم مشاريع وحاجات كده والبنات ماشيه مكشره جدا وزعلانه وكان زمان على ايامنا في مسطره تي. مسطره تي لسه موجوده؟ اوكي. فالبنت ماشيه بالمسطره تي ونظرتها كده ايه لو جيت جنبي هديك بالمسطره تي ماشيه جنبي. فبتضايق جدا من جو الناس ده وكان المكان اللي برتاح فيه بحبه قوي هو سياسه واقتصاد. كنت قاعد الشارع وخش الكافيتيريا بتاع سياسه واقتصاد ناس لطيفه بقى ضيعت سنة من عمري بس استمتعت جدا بيه.